التي شعرنا بحضورها في اللقاء الذي نعتبره جوهري وأساسي. لماذا جوهري وأساسي؟ في فلسفتنا الجديدة الممتدة بطبيعة الحال لا كلمة اتحادية، نعتبر بأن البداية الحقيقية والاستراتيجية لا يمكنها أن تأتي إلا من الفرع. بالفرع نستطيع أن نبني إقليماً فاعلاً وأن نبني جهة فاعلة، وبالتالي نبني تنظيماً وطنياً فاعلاً. وبالفرع نستطيع أن نحقق سقطة القرب التي فقدناها مع الأسف لأسباب يطول شرحها. والآن نتقدم أختنا وهذا يشرفنا كنساء لتبدأ خطوة الإقليم، وهي خطوة ليست بسهلة. عندما تفتح سؤالا صعبا واستراتيجيا وفيه كثير من التحدي، ألا وهو سؤال علاقة المحل بالوطن ومدى قدرة أحزابنا على تفعيل هذا المحل ليكون بطبيعة الحال العمود الفقري في بناء التنظيم الذي نريد. أنا أعددت ورقة عن واقع التحالف بين حزب الاتحاد الشرقي للاستقلال الوطني والمحلي في بناء الدولة الحديثة، هذه ورقة التي تقدم بها. ولكن قبل المرور إلى هذه الورقة أريد أن أشير أننا اليوم نلتقي في مرحلة دقيقة، دقيقة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، دقيقة لأنها تذهب بنا إلى المجهول في ظل زمن عشناه ما بعد 2011 اعتقدنا فيه أننا سنحقق ثورة المغاربة وثورة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وثورة قوى اليسار وثورة القوى التنويرية التي ألفت الغالي والنفيس منذ السبعينات. لاحظنا ما حل به المهدي وما حل به ابراهيم مرعين وما حل به الكرينا وما علم به كل القوى التنظيمية والحداثية في بلادنا التي توجه للمستقبل من أجل مغرب مستقر ديمقراطي كريم وعادل وحر. يحدث هذا بطبيعة الحال في سرقة ثورة المغاربة بيد يقول عنها بن كيران الأساس أنها واحدة يأكل بها وهي يمينه، والثانية لكي لا أقول رأيه ويساره هي تماسكه وعفائسه ودولته العميقة، ذلك الضباب الذي يضعنا فيه على أن هناك سلطة أخرى وهمية في دماغه أو واقعية. يجب أن يقول الحقيقة للمغاربة ذلك. وكذلك فوجئ المغاربة بتراجع في المنظومة النسائية التي قادها نساؤنا بصبر وبتحدي وبحب للوطن وباستقرار له وبتوجه للمستقبل من إحراز المكاسب في درجات وفي محطات. فوجئ أن رئيس حكومتنا يقول يوم اليوم عودوا إلى مقراتكم في الظلام لتشعلوا نورا أو شمعة لرجل خفي في دماغه يسكنه أو تسكنه ربما امرأة عالية لا يعرفها إلا من كيران، أو ربما حورية من حوريات البحر أو الجنة، أو ربما حور العين التي يتشقق فيها ممرات عديدة في خطاباته وجزء آخر يمليه عليه أو يتكلف به من يتكلفون بفتاوي في هذا البلد. وذلك موضوع آخر أتمنى أن نرجع إليه من مدينة فاس العالمة التي ينبغي أن تقود اليوم الحركة التنويرية الحضارية بتنظيمات قوية سواء في حزبين
الاستقلال والاتحاد الشرعي أو في كافة التنظيمات التي تؤمن بالمستقبل التطوري وبالمغرب الديمقراطي المنسجم مع كل مطرقاته في بناء الدولة الحديثة مستقبلا إن شاء الله. أرجو إخواني أن ينتبهوا معي إلى هذه الدقة في المرحلة. فما يحدث في محيطنا الإقليمي والجهوي ليس بعيدا عن المغرب، بل الأعمق الذي يمكن أن يعيشه المغرب ليس بالدماء أو بالسيوف أو بالقتل، وإنما بالقتل الأكبر، هو القتل الذي يمكن أن يجعل من وثيقة الدستور ورغم الوثيقة فوقها الغبار الكثير، وبالتالي إخفاءها إلى زمن آخر لا ندري ما هو. أتت فعلا العفاريت والتماسيح من بعد الكيران من أجل أن تفعل هذا الدستور، لا تستطيع، لأنه أغرق فعلا البلد في ضرام بارز، وهو الضرام الذي لنا تخوف كبير لأنه ضرام أقوى من السيف وأقوى من الدم، لأنه ضرام يقتل شهداءنا ويقتل المنظومة التي مات من أجلها الشهداء، والتي اختفى من أجلها المراضيين، والتي ضحى مراضيون بالغالي والنفيس من أن يصير مسألة زمن القتل، إنه يعيد شهداءنا ليقتلهم 4 عقود كل يوم بسيف معين لا يسيل الدماء، لكنه يسيل قطرة قطرة من الألم العميق نحو المستقبل نجهله. ولهذا سأفضل، لكي لا أقلب عليكم المواجع، سأفضل أن نتوجه إلى هذا التحالف الذي نريد منه أن يكون إبراز علم لمستقبل نرسمه معا بيد الحركة الوطنية بامتداد في ذاكرتنا، بامتداد في تاريخنا، بالبحث عن المشترك القوي بيننا، بتدبير الخلاف والاختلاف بنفس البنود التي نحن بها، وهي البنود المؤمنة بالاختلاف في الفضاء الواحد أو الشتات في الفضاء الواحد، تلك هي الوحدة الحقيقية التي نريد أن نحققها مع بعضنا البعض ومع خلفائنا في حزب الاستقلال. اليوم إخواني أخواتي يشكل التحالف الاستراتيجي بين حزبين، حزب الاتحاد الشرعي للقوات الشعبية وحزب الاستقلال، مسارا طبيعيا في علاقة الحزبين يتبين للحركة الوطنية تمتد جذورها إلى المدن والقرى المغربية التي رفض فيها أبناؤنا نظام الحماية سواقين إلى بناء الدولة الوطنية الديمقراطية، وهي الذاكرة المنتجة لمسار طويل نتوجه اليوم إليه بالدفاع عن الحياة السياسية في القوانين التنظيمية المصاحبة للدستور، نعتبره كما قلت ثورة المغاربة في بناء المغرب الذي نريد، وهو المغرب المستقر المنسجم مع كل منطلقاتنا في ترسيخ الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والكرامة والحرية. اليوم إخواني أخواتي تحالف الاستقلال مع الاتحاد، وهو تحالف ليس غريبا إذا قرأنا المسار برؤية موضوعية وعلمية ومعرفية للتاريخ السياسي في المغرب. هناك وثيقة منشورة الآن في مراكز رسمية عن الإدارة الأمريكية، عن المنظمات التابعة للإدارة الأمريكية، تشير أن هناك 6 من حركة الإصلاح والتوحيد على رأسهم الزرزمي وريسوني ويتيم، الثلاثة إضافة إلى 3 أسد جميعيين من نفس الحركة مورطين بالفعل في دعم الدوائر الإخوانية العالمية. من هذه البوابة نطالب كل منظمات وكل أحزاب الشريفة أن تنخرط في حوار وطني بدفع السلطات المسؤولة أن تفتح تحقيقا حول هذه الوثيقة، وأن يفتح اليوم برلماننا من غرفة الأولى والثانية في توجيه أسئلة إلى السيد رئيس الحكومة حول حقيقة هذه الوثيقة ومحاكم إذا كانت هذه الوثيقة حقيقية، فيجب أن يعرف المغاربة الحقيقة. هل نحن فعلا Oh,
إخوانهم في باقي المحطات العالمية. وأشهد أن من هذا المنبر من فرع المدينة أدعو السلطات المسؤولة في بلادنا بكل مشاريعها الأمنية والإدارية أن تفتح تحقيقا في الموضوع. وأتكلم هنا ليس فقط كعضو سياسي الاتحاد الشرقي للقوى الشعبية بل كمواطنة مغربية، أريد أن أعرف الحقيقة من فم رئيس حكومتنا ورئيسنا جميعا. له الصلاحيات الواسعة وأدعوه أن يفتح هذا التحقيق من بوابة إدارته التي يتمثل منها سواء في الاستخبارات الداخلية أو الخارجية. هو المسؤول على كل هذه الإدارات ويجب أن يتحمل المسؤولية وأن يقول الحقيقة المغربية. نعرف من نحن، هل فعلا نحن تابعون الفرع الإخواني المغرب أننا تابعون للوطن الذي فيه إمارة المؤمنين وفيه دولة تريد أن تحقق هذه الدولة الحديثة الديمقراطية بدستور ثورة المغاربة الحالي بطبيعة الحال بتحقيق الدولة الديمقراطية بهذه القوانين المصاحبة التي يجنها اليوم رئيس حكومة بلغة تماسحه وعسالته وبلغة دولته العميقة التي لا نعرف من هي هذه الدولة. بين قوسين سؤال خفي لا نعرف من هو، هل هناك دولة أخرى وهمية لها كل مؤسسات تشتغل في غفلة منا أم أن هناك جنة جاءت إلى بلادنا تشتغل على عقول أبنائنا؟ هناك سلطتين خفيتين، سلطة تشتغل بالدين بين قوسين بالفكر الإخواني وسلطة أخرى لا ندري على مثال من كيران نقول أنها موجودة ولكن الله أعلم أين موجودة لا نعرف. في ظل حقة هذا السؤال يرفع حزبينا حزب الاستقلال وحزب الاتحاد اشتراكي للقوى الشعبية الحزبين الممتدين في الدائرة الموصوفة بالنضال رغم كل الاختلاف والخلاف الطفيف الذي يمكن أن يكون بين الحزبين، إلا أنهما الحزبين الحقيقيين الذين يمكنهما أن يبني للمغرب الحديث وأن يبني لمغرب المستقبل وأن يواجهان كل الظلام الذي يترصد بنا. رجاء رجاء نقول لكل هذا الخفي الذي يحكمنا أن يتركوننا نشتغل، لأننا نريد وطنا، نريد وطنا ليس كليبيا وليس كسوريا وليس كتونس وليس كالجزائر التي يحكمها الجنرال وليس كالمحيط الإقليمي في بوكو حرام وليس كدول الساحل والصحراء وليس ككل دول. نريد مغربا متلازما صفا إلى صف الدول الديمقراطية، نريد أن نكون أوروبا وأن نكون أمريكا وأن نكون كل تلك الدول التي تجعل من الإنسان سيد الموقف بان الديمقراطية وبان حقوق الإنسان وبان المناصفة والمتوجه إلى المستقبل والمعتبر لهذا الإنسان الذي لا يحكمه الخفي بل تحكمه القوانين والتعاقدات الحقيقية والتعاقدات الحقيقية هي البوابة الحقيقية لكل ديمقراطية. نريد مؤسسات فاعلة، نريد ملكية مؤسسة ملكية فاعلة، نريد حكومة فاعلة، نريد برلمان قطرتين فاعلين، نريد مشهد حزبي فاعل وليكن حزب الإسلامي والآخر الليبرالي والآخر الشرقي، ولكن أن تكون هناك قوانين واضحة والاحتكام كل الاحتكام لشعبنا. فرجاء اتركوا شعبنا من كل هذا الضرر.